هي أسباب المجاعة في اليمن؟ إذا كان حجم مساعدات التحالف المعلن عنها 17 مليار دولار، أين هذه الأموال؟ ولماذا لا ينعكس أثر المساعدات الإنسانية على اليمنيين؟ أهلا بكم. ارتفاع حدة التدهور الاقتصادي ومجاعة إنسانية تضرب اليمن، والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر جراء تفاقم المجاعة. التحالف يهرب إلى الأمام من الأزمة التي تضرب اليمن عبر إعلانه فتحا ثلاثة ممرات إنسانية بين الحديدة وصنعاء، فيما المحافظات المحررة هي الأخرى تشهد نفس الكارثة الإنسانية، خصوصا الضالع المحررة والقريبة من عدن. السؤال: كيف يجوع الناس في المناطق المحررة؟ كيف يجوع الناس في مناطق تخضع لسيطرة أغنى دول العالم؟ كيف تحولت المجاعة في اليمن إلى ورقة اتهامات بين الأمم المتحدة والتحالف؟ وما هي حقيقة الأرقام والمساعدات المعلنة عنها، خصوصا أن التصريحات تؤكد أن ما يصل للناس من المساعدات لا تكفي، لأن ما يصل إليها لا يتجاوز 20% من الإجمالي المعلن عنه؟ وهل المساعدات وحدها تكفي لحل مشكلة اليمنيين؟ أم أنها بحاجة إلى استعادة الدولة أولا، والتنمية ومحاربة الفساد الداخلي والخارجي ثانيا وآخرا؟ بجوار أغنى دول العالم تقع أكبر كارثة إنسانية في العالم. هذا هو حال اليمن وجيرانها. ليس هذا فحسب، فهذه الدول تقود حربا في هذا البلد منذ 4 سنوات، بل وتعمد على إطالتها. بيد تقاتل وتقصف، وباليد الأخرى ترمي الفتاة الذي لا يعالج حتى ربع حجم الكارثة الإنسانية. التقارير الأممية دقت ناقوس الخطر أكثر من مرة، وقالت إن أكثر من 10 ملايين يتهددهم خطر المجاعة. لكن لا المملكة السعودية ولا الإمارات ولا حتى الأمم المتحدة أزالوا هذا الخطر، ولا خففوا جزءا يذكر من هذه الكارثة. سعر الصرف مقابل الدولار وصل إلى أكثر من 760 ريالا، والحكومة في الرياض تعقد اجتماعاتها البيروقراطية وتخرج بياناتها الصحفية التي تقول إن الرئيس وجه باتخاذ التدابير اللازمة. هل بعد أن يموت الناس يا فخامة الرئيس؟ اكتسح الجوع بيوت معظم اليمنيين، ولم يعد يفرق بين غني وفقير باستثناء تجار الحروب المسؤولين في عدن وصنعاء. أن الشعب أنت الجائع الذي لم يعد لديه ما يخسره. على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر هاشتاج ثورة الجياع، وعبر الناس فيها عن غضبهم وجوعهم. ليس هذا فقط، ففي محافظات محررة كعدن وسيئون خرج مئات المتظاهرين منددين بصمت الحكومة جراء تهاوي الريال وارتفاع أسعار المواد الأساسية. الدقيق الذي يعتبر أهم مادة أساسية وصل سعره إلى أكثر من 14,000 ريال، والقياس على ذلك. صمت مخزل للرئيس هادي وابن ذغر وأعضاء حكومته، باستثناء منشور وحيد لوزير النقل صالح الجبواني ألمح فيه لأن الإمارات تدفع باتجاه انهيار الريال اليمني لابتزاز الرئيس هادي وشرعيته، سواء بهدف الابتزاز أو لأي أسباب أخرى. تبقى الحقيقة أن التحالف يتفرج بجواره على أكبر أزمة إنسانية في العالم، ولا يخجل من تقديم الفتاة لبلد لا يزال يتحكم في موارده ومنشئاته الحيوية. المواطن البسيط هو الضحية في كل الأحوال، وغضب الناس الذي يغلي تحت الرماد ربما يصبح شيئا آخر إذا ما خربت مالطا بأهلها. إذن أرحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفتي التي تنضم معي هنا عبر الاستوديو الصحفية والحقوقية نبيلة سعيد، وسيتنضم معها آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة نبيلة. أهلا وسهلا فيك. إذن أستاذة نبيلة، المجاعة تضرب اليمن وحياة الناس تصل لمرحلة غير مسبوقة من الأسى، ما الذي يحدث بالضبط؟ ربما الذي لم يمت بآلة الحرب سواء من عصابات الداخل أو من سلاح التحالف هو يهرب من منطقة إلى أخرى ويقتل بسلاح الجوع. وهذه مؤلمة جدا أن تبدأ ترصد أرقام السبب الوفاة أن يكون الجوع، يعني في منطقة عربية وفي جزيرة عربية
وتحاط بها دول يعني تفهم تماما ماذا يعني أن تكون دولة في ضلع استراتيجي تعاني من مسألة خطيرة جدا، وهي أن تتحول إلى، كنا زمان نتكلم عن جنوب أفريقيا وعن المجاعة وعن وكانت اليمن من أبرز الدول التي تناهض الجوع، بل يعني تثب وثبة غير عادية لأي مكان ممكن أن يعني تحيطه دائرة الجوع. الآن صعب جدا نتحدث عنها، عن خرجنا من دائرة الحرب، لم نعد نتكلم عن الحرب كحرب، أصبحنا نتكلم على لقمة العيش أو كيف نسد رمق 22 مليون نسمة موجودين في على الخارطة اليمنية. يعني الآن الوضع يعني محرج بشكل يعني كبير جدا، ويعني ولا نكاد نجد أي حلول منطقية وواقعية وميدانية صحيحة وفاعلة لإنقاذ هذا الموقف. برأيك أستاذة نبيلة، يعني قلت أن اليمن كان يثب من أوائل الدول لأي بلد يحتاج أي مساعدات إنسانية رغم أنه لم يكن بسعة من العيش، لما الآن يتفرج العالم على هؤلاء الناس الذين يموتون جوعا، على صور الأطفال وهم عبارة عن هياكل عظمية يوجد بها الروح فقط؟ يعني هو تساؤل، يعني التساؤل نضعه جميعا، يعني هذا التساؤل الذي نحتاج فعليا إلى إجابة له. يعني في تقريبا قبل 3 إلى 4 أيام أو قبل هكذا، إذا يعني إذا لم يخني التعبير، يعني استشهدت، أنا سأسمي استشهاد أو سمي أول رقم على قائمة الجوع، هند الرضيعة. هذه الطفلة الصغيرة التي وصلت الإعلام، التي وصلت، لكن هذه حتى سميت حالة وفاة بسبب الجوع. يعني أنت الآن تتكلم على يعني مأساة حقيقية من دون أي تحرك فعلي وميداني، وكأن هناك إرادة للصمت تحيط العالم، يعني كأن هناك سياق على الصمت يلف العالم، سواء كانوا منظمات دولية أو حتى قرارات أو حتى تفاعل حكومة داخلية أو ناس مخولين بإنقاذ اليمن، لم يكن هناك أي خطوة حقيقية في اتجاه هذا الموضوع. يعني إحنا أمام مصير بانتهاء هذا الشعب، كأنه تحدي. هذا الشعب لم يمت بالحرب، وهذه الخارطة اليمنية لم تنتهي بها بالفترة الزمنية ما بين الدمار وإخلاء الشارع اليمني من الغذاء والدواء والماء، وأيضا صودرت الاحتياجات الأساسية لهذا الشعب. الآن يحارب بالجوع، شعب يحارب بالجوع الحقيقة. يعني الآن كيف سيهنأ، كيف سيستطيع أن يعيش كل من له قرار أو يد أو إمكانية أن يخرج اليمن من الجوع، لم نقل من أي شيء آخر، وهو يصمت أو وهو لا يبذل هذا الجهد، لا يقدم خطوة في اتجاه الحد من استشراء يعني زيادة العدد أو زيادة الإحصاء أو زيادة الرقم يعني. إذن برأيك يعني هناك توقيت غريب، يعني كيف يمكن أن نفسر هذه الدلالة لهذا الانهيار المفاجئ؟ نعلم أنه كان هناك تحذيرات عديدة بأن نسبة يعني من هم على حافة الجوع تزداد، وأن هناك كثير من المنظمات أعلنت سوء الوضع الغذائي في اليمن، ولكن فجأة شعرنا أنه منذ أول ظهور حالات الجوع ظهرت آلاف الحالات، وظهر أن الوضع يعني منكشف الغطاء تماما. هناك شيء كمان يدعو إلى التساؤل، يعني إحنا الآن نتكلم على وكأن في كل وقت هناك تجار للأغذية وهناك تجار للسلاح، فكما يكون للحرب تجار، أيضا لهذه المجاعة تجار. هناك من يحتكرون الغذاء، وهناك من يتلاعبون بالدولار. اليوم نحن نتحدث على 800 يعني الدولار، يعني كارثة يمنية يعني لم يسبق لها مثيل. يعني أنا أتخيل في أعلى مستويات أي إنسان يمني لا يستطيع أن يجابه هذا التحدي. معناه انه احنا يعني كان احنا ندخل اليمن في نفق يعني لا فرار من النهايه المؤلمه فيه، الا اذا هناك اراده حقيقيه باتجاه انقاذ هذا البلد، اهله وناسه واطفاله ورجاله من الهاويه.
وهذا هو المفترض التحرك، بعيدا عن النداءات وبعيدا عن الشجب والتنديد وبعيدا عن الأرقام التي تظهر مرة هنا ومرة هناك. يعني لازم يكون هناك فعليا تحرك محمود، أو فعليا تحرك يؤتي ثماره. يعني نعم. إذا اسمحي لي أستاذة نادية نبيل عفوا أن ينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية أحمد الصهيب، المسؤول الإعلامي لائتلاف الإغاثة بتعز من هناك. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. بداية أستاذ أحمد، هل حدثتنا عن الوضع الإنساني بشكل عام في تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير أستاذة آسيا ولضيفتك العزيزة. في البداية، الوضع الإنساني في محافظة تعز وفي بقية محافظات الجمهورية اليمنية أصبح متشابها جراء هذا الانهيار المتسارع للعملة اليمنية والارتفاع الفاحش في أسعار المواد والسلع الأساسية والغذائية التي يحتاجها المواطنين. هناك الكثير من التجار والكثير منهم أغلقوا محلاتهم وتوقفوا عن بيع هذه المستلزمات إلى السوق جراء هذا الارتفاع الكبير في هذه الأسعار. الرواتب الكثير من الموظفين، نقول أن الموظفين الحكوميين لا زالت تصرف بشكل شبه مستقر، لم تستقر في كثير من المحافظات، حتى أن بعض المحافظات نقول أنها الغير خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، لا يستلم الموظفون هناك رواتبهم. هذه الرواتب كانت لا تكفي احتياجات المواطنين اليمنيين واحتياجات أسرهم في قبل هذا الانهيار الكبير للريال اليمني. لكن نأتي الآن بعد هذا الانهيار المتسارع الذي انخفض الريال اليمني قبل الدولار ووصل إلى هذا الانهيار المتسارع، كيف سيفي هؤلاء المواطنين باحتياجاتهم أمام هذا الانهيار الكبير وأمام هذا؟ هناك وضع إنساني كارثي بالنسبة للمواطنين. الحكومة الشرعية والسلطات الشرعية اكتفت في تشكيل لجنة اقتصادية، لم تقم اللجنة الاقتصادية بشيء ملموس يلمسه المواطنون ويلمسه الاقتصاد اليمني، حتى نقول بأن هناك تغيير جذري أو تغيير شبه جزئي في العملية الاقتصادية وما يحدث في اليمن. نعم. إذا من خلال متابعتك أستاذ أحمد، هل تمت خطة اقتصادية معينة أو خطة طوارئ إغاثية خصوصا في ظل انهيار الريال الذي تتحدث عنه، وبالتالي هناك يعني بعض المحلات ستضرب عن مدنيا يعني عن فتحها، هناك يعني مؤشرات لتزايد هذه المجاعة أو هذه الحالة الاقتصادية السيئة بالنسبة للناس، فهل من خطة طوارئ يعني برأيك ممكن أن تقوم بأي شيء؟ إذا ما جينا لاستعراض الوعود التي أطلقتها الحكومة الشرعية والجهات في التحالف العربي بجهودها أو ببياناتها التي أصدرتها التي تقول فيها أنها ستعمل على مواجهة هذه الكارثة ومواجهة هذا التدهور المريع في سعر صرف الريال اليمني، أعلنت دول التحالف العربي وقيادة التحالف أنها ستقدم الدعم للبنك المركزي اليمني، لكن هذه الخطوة لم تكن ملموسة على أرض الواقع. يعني حتى نقول أن الريال انخفض، الحكومة الرئيس اليمني شكل أيضا لجنة اقتصادية، اللجنة الاقتصادية مضى على تشكيلها أسابيع، لم تقم هذه اللجنة بأي شيء، بل ما زال هذا سعر الصرف وتدهور الريال اليمني كل يوم إلى الأسوأ. لا يوجد شيء على أرض الواقع. هناك أيضا تجارة في أسعار صرف هذه العملات في السوق اليمني، يعني المواطن اليمني ينام وسعر الصرف بمبلغ المنظمات الدولية أريد أن أوضح هذه النقطة، أن المنظمات التي عملت في المجال الإنساني والمجال الإغاثي على في سبيل تخفيف نوع من المجاعة ونوع من الكارثة التي يتعرض لها المواطنون، هذه
هذه الجهود لم تكن كافية بالشكل المطلوب أيام في الوقت الذي كان فيه سعر صرف الريال اليمني لا زال بصحة جيدة. كيف ستكفي هذه المساعدات وهذه التدخلات الإنسانية العاجلة في ظل هذا الوضع وفي ظل هذه الكارثة؟ نعم، إذن أعود إليك أستاذة نبيلة. أستاذة نبيلة، يعني تحدث الأستاذ أحمد عن العديد من الوعود التي تمنى بها اليمن، ولكن عمليا لا نجد من هذه الوعود أي شيء. على العكس، يعني ربما أعلن وزير الخارجية السعودي قبل فترة عن حجم الدعم الإغاثي والمالي والذي يقدر 17 مليار دولار، منها 13 مليار دفعت السعودية لليمن. أين ذهبت هذه الأرقام برأيك؟ يعني لو قسمت على الناس مبالغ نقدية ربما لكفتهم، لكن الأرقام يعني غريبة مقارنة بالوضع المتدهور. أحمد ذكر نقطة اللجنة التي أنشئت من الحكومة على أساس تلافيا اللجنة الاقتصادية لإيجاد حلول أو لصناعة حلول. في قبل 3 سنوات كان هناك أيضا لجنة الإغاثة، وهذه لجنة الإغاثة تتبع أيضا الحكومة، ورغم ذلك لم تظهر آثار في الميدان، لم يحدث. نعم، اللجنة العليا للإغاثة. نعم. يعني مساءلة أخلاقية وطنية إنسانية للجنة الإغاثة، أين هم في هذه الكارثة الإنسانية في اليمن؟ هذا السؤال يوجه إلى هذه اللجنة التي لها تناضل 4 سنوات إذا صدق فيها النضال. الأمر الآخر، هناك مساعدات من كل مكان حول العالم، بعضها يعني تصرح عبر شاشات التلفزة، وبعضها على المواقع، لكن هذه المساعدات وإن صدقت في رحيلها إلى اليمن ودخلت اليمن، لم يحصل عليها المستفيد المستحق لهذه المعونات إلا أقل، يعني إذا كان هذا الرقم حقيقي، يعني أقل من 1.5 إلى 2%. يعني معناه أن حتى هذه تصادر، لا يسمح لها بالدخول. وفي مرات سابقة شرحنا أنه لابد من ممرات آمنة لهذه المساعدات حتى تصل إلى مستحقية، لنكون منطقيين. يعني هل يعقل أن تقدم ب 17 مليار دولار مساعدات ولم تصل، أم أن هذا الرقم أيضا مبالغ به؟ أم أن هناك تلاعب أيضا بالمبالغ المطروحة ولم تصل إلى كفتات لليمن؟ يعني في بعض اللقاءات الميدانية اللي سمعت منها، يعني حتى مساعدات مثلا مركز الملك سلمان، هذه المساعدات وصلت عند بعض الأسر، أستحي أن أقول ما بداخل هذه المساعدات. يعني مساعدة تصل في كيلو رز مثلا، او كيلو مثلا كيلو يعني منطق كيلو لشهر لمأساة حقيقيه، يعني يسد رمقه لشهر ليومين لثلاث، يعني هذه مش منطقيه تخش العقل. يعني فانت الان ويحسب انه احال تلك الاسره بالضبط، يعني مع ان هناك مساءله اخلاقيه دينيه قيميه وطنيه لكل من له يد وطرف في بقاء اليمن بهذه الحالة التي هو عليها حاليا. يعني نعم. إذن لو عدت إليك أستاذ أحمد، يعني تصريحات وزير الخارجية السعودي عن 17 مليار، تصريحات معمر الإرياني عن الإعمار فيما تشهد اليمن أكبر مجاعة في تاريخها، برأيك يعني من يغذي هذا الإلهاء والضحك على الناس أيضا؟ هناك ملاحظة تكلمت عليها أيضا في مرات عديدة بالنسبة للأرقام لأرقام المساعدات الإنسانية التي تعلن عنها المنظمات الدولية بلا استثناء، يعني كل المنظمات الدولية. هناك سبب رئيسي في هذه المشكلة، نحن نقول بأن لماذا لا تكفي هذه المساعدات الكبيرة التي تعلن عنها، لماذا لا تكفي اليمنيين؟ هناك نوعا ما من العشوائية أثناء التنفيذ في الميدان من قبل بعض الجهات، حتى بعض الجهات المنفذة أيضا. هناك عدم ترتيب وعدم إيجاد أولوية لهذه المساعدات، أين توزع، من المستحق الفعلي لهذه المساعدات. هناك الكثير من المناطق حصلت على مساعدات بشكل كبير، بعض المناطق لم تصل إليها المساعدات بشكل أو بآخر.
أيضا إذا ما نحن منذ بداية الحرب وحتى اليوم نقول بأن هذه المساعدات الإنسانية والغذائية لم تكفي احتياجات المواطنين اليمنيين الذين لا يوجد يوم إلا ويوجد هناك الكثير من المشردين، الكثير من الناس الذين فقدوا وظائفهم، الكثير من الناس الذين فقدوا أعمالهم جراء هذه الحرب، الكثير من المنازل ما زالت مهدمة، الناس يعيشون في العراء، هناك الكثير من الأسر تبحث عن خيام. نحن كيف نأتي الآن ونقول بأن مثلا مشاريع الإعمار وصلت إلى نسبة كبيرة من التنفيذ في اليمن؟ الكثير من الأسر لازلنا اليوم نقدم لها، نبحث عنها في الجبال، نبحث عنها في الأودية، نبحث عنها في كل مكان، لا زالت تصل حتى اليوم ولا زالت ترفع أسماءها إلينا. نحاول قدر الإمكان أن نوفر لها فقط خيام. هؤلاء لم وصلوا إلى منازلهم، وجدوا منازلهم مدمرة، والبعض الآخر هربوا من منازلهم، لم يجدوا أي مكان يؤويهم، لا خيام لا منازل لأسر مضيفين. كيف نأتي الآن ونتحدث عن مشروع إعمار؟ هناك الكثير من الكوارث التي حلت بهذا الشعب. ما هو تفسيرك إذن أستاذ أحمد؟ نحن يعني نقول بأنه من لم يمت نعم، كيف تفسر هذا الأمر؟ يعني في ظل ما نتوقع من الحكومة أن تهب، على الأقل يعني نحن نجد بعض الحكومات التي تحترم نفسها حين يصبح سوء واحد يصيب البلد تقدم استقالتها على الفور، الريال يتدهور ويتدهور، لا نجد مسؤولا حكوميا واحدا يقف حقيقة مع هذا الشعب ويعلن تضامن ويقدم استقالته. على العكس وجدنا تصريحات كتصريحات معمر الإرياني، على ماذا يدل ذلك؟ في البداية نحن نقول أمام هذه الكارثة الكبيرة أولا على الحكومة اليمنية الشرعية، أولا كالتزام أخلاقي أمام أبناء هذا الشعب الذي يواجه الويلات كل يوم، كل يوم وتخلق له أزمة جديدة، كل يوم ويخلق له ألم جديد ووجع جديد. على الحكومة هذه أولا أن تصارح الشعب بأسباب هذه الكارثة الاقتصادية التي حلت بالمواطنين. المواطنين الآن أصبحوا لا يجدون كيس دقيق في محلات الغذاء. أصبح نقول أن معظم الموظفين كانت مرتباتهم التي يستلمونها والتي ظلنا أصلا نطالب لأشهر كثيرة، نطالب الحكومة بصرفها واستمراريتها، كان على الأقل راتب المواطن اليمني كمتوسط يصل إلى 300 دولار، اليوم بعد هذا الانخفاض لا يساوي حتى 100 دولار. يعني كيف سيقوم هذا المواطن بتوفير احتياجاته وتوفير مستلزماته؟ كيف سيوفر الغذاء لأبنائه؟ كيف سيوفر أبسط مقومات العيش لهذه الأسر؟ نحن الآن على مشارف كارثة كبيرة أمام أنظار العالم بشكل عام. يعني لا حكومة، لا رئاسة، لا شرعية، لا دول الجوار، لا حكومة، لا دول التحالف التي وقفت يوما ما مع الشعب اليمني قبل 4 سنوات وقالت أنها جاءت إلى اليمن لتلبية لطلب رئيس البلاد، طلبها للتدخل. هل ستقوم هذه الدول الآن بالوفاء فعليا باحتياجات هذا البلد؟ هل ستقوم بدعم البنك المركزي حتى على الأقل نقول ينهض ولو قليلا يعني لتفادي هذه الأزمة؟ هناك الكثير من المظاهرات خرجت في الشوارع، الكثير منها قام بتقطيع الشوارع، قطعت أرزاق الناس، أيضا قطعت مصالح الناس بسبب هذه الفوضى التي خلقت بسبب هذه الأزمة. هناك الكثير من الناس يدعون لاحتجاجات في الكثير من المناطق. يعني ما الذي ستقوم به الحكومة الشرعية أمام هذه الكارثة فعلا، وما الذي سيقوم به المجتمع الدولي ودول التحالف؟ لكن أستاذ أحمد، يعني أنت قلت أنه يفترض على التحالف أن يعني يثبت دعمه لليمن واليمنيين، ولكن ما الذي يجعله صامتا حتى الآن؟ يعني الريال يتدهور تباعا حتى وصوله إلى 600، أما من 600 إلى 800 في خلال يومين تقريبا يتدهور بهذه الصورة. على العكس هناك من يحمل التحالف جزء كبير من مسؤولية هذا التدهور، وأنه بفعل فاعل أو بإرادة خارجية حتى يعني يسقط هذه الحكومة وحتى لا يقدم لها أي مساعدات تذكر.
نحن نقول أولا إن كان هناك جهات خارجية كانت السبب في وراء هذه الأزمة التي حصلت باليمنيين وباقتصادهم، على الحكومة أولا مصارحة الناس بأسباب هذه الكارثة. من الذي يقف وراءها إن كان هناك من يقف وراءها؟ لماذا نطالب التحالف بالوفاء بالتزاماته وأن ونطالبه كثيرا بهذا الأمر؟ مثلا في دولة مثلا المملكة العربية السعودية قدمت دعما للبنك المركزي اليمني كمساهمة منها في إعادة إنعاش هذا البنك وإعادة إنعاش الاقتصاد اليمني. نحن نقول للبنك، لقيادة البنك المركزي، ونقول للرئيس، ونقول للحكومة، أين ذهبت هذه الأموال التي وضعتها المملكة العربية السعودية في حساب البنك المركزي؟ ما الذي ساهمت في تخفيفه من هذه الكارثة؟ لماذا لا يتم وضع حد لأسباب هذا الانهيار؟ لماذا ما الذي نتمنى أن يصل إليهم سؤالك حتى تخفف أحمد. هذا الانهيار وتخفف هذه الأزمة والكارثة على اليمنيين. نتمنى أن يلتفتوا لمثل هذا الأمر. شكرا جزيلا لك أحمد الصهيبي، المسؤول الإعلامي لائتلاف الإغاثة بتعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. عودة إليك أستاذة نبيلة. أستاذة نبيلة، يعني يتحدث أستاذ أحمد أنه لابد من وقفة حقيقية وجادة لإنقاذ الريال اليمني بوضع وديعة حقيقية في البنك المركزي، أيضا دعم الحكومة الشرعية لاستعادة أنفاسها. هل تتوقع أن يحدث ذلك رغم أننا نجد بأن ما يقوم به التحالف الآن هو موقف المتفرج؟ هو ثمت دروس، يعني ثمت يعني مواقف يتعرف عليها اليمنيين ويتعرف عليها أصحاب القرار ويتعرف عليها من بيده قدرة على تقديم أي مساعدة. هناك دور مطلوب من من الجميع، سواء حكومة الأمر الواقع التي انتفضت على الشعب اليمني في 2014 بحجة ارتفاع سعر القرعة وسعر البترول، دبة البترول. الآن هي المساءلة رقم واحد. حكومة الشرعية التي الشعب اليمني يدفع ضريبة النضال لأجل هذه الشرعية وبقاء هذه الشرعية والاعتراف بهذه الشرعية. قيادة التحالف من هبت في ليلة ظلماء في 23 مارس في 2015 للدفاع عن الشعب اليمني هي الآن أيضا مساءلة، ومطلوب منها الإجابة على هذه الاستفسارات. وصور الأطفال الذين يتساقطون كالفراشات هي تتحمل أيضا جزء كبير جدا، إذا لم يكن كل التبعات لما يحدث في اليمن. أتحدث عن منظمات حقوق الإنسان ومن ترعى ومن تناضل وترعى وتتحدث عن حقوق الإنسان. ما الذي يحدث في اليمن؟ أليس حقوق إنسان؟ أليس هؤلاء بشر؟ أليس هؤلاء محسوبين على قائمة يعني رقمة المطالبة؟ من علق أستاذة نبيلة يعني بأن ما يحدث، كان أحد الإخوة من الصومال يقول طالما دخلت اليمن في دائرة الإغاثات الأممية والمساعدات الإنسانية من المنظمات فهي لن تخرج منها بسهولة. هناك أيضا من يجد أن هناك تلاعب كبير بهذه المسألة، وهناك ارتزاق من خلال يعني حاجة الناس وقوتهم. قد يكون هذا المنطق سليم. نعم. في ماذا؟ في النقطة التي سأقول عليها، هناك مواطنين يمنيين لن يخرجوا أيضا من دائرة المساءلة، الذين هم تجار. نعم. يعتبرون ويعتقدون أن هذه فرصة سانحة للتلاعب بالمواد الغذائية وتلاعب بالسوق العملة. نعم. الآن لما أتحدث عن $1 يقابله 800 ريال يمني، من سيقدر، من له القدرة الآن في ظل الحصار والحرب والدمار أن يستطيع أن يعيل أسرته؟ وأنت تتخيلي في اليمن أقل نصاب متوسط الأسرة صحيح. سبعة أفراد سبعة أطفال. يعني اسمحي لي أن ينضم معنا الأستاذ عادل مكرشب، منسق عام الإغاثة بالحديدة من الخوخة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عادل. مساء النور أختي العزيزة. نعم أستاذ عادل، يعني توسع رقعة المجاعة في اليمن وفي الحديدة بشكل خاص، هل لديكم أي خطة طوارئ لما يحدث من انهيار واضح يعني الحالة الاقتصادية للناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أختي العزيزة ما يمر به النازحون في هذه الأوقات وفي هذه الأيام
صراحة عبارة عن مأساة حقيقية ومعاناة تشتد يوما بعد يوم، خاصة بعد أن تخلت المنظمات الأممية عن الدور الرئيسي التي تقوم به في لماذا تخلت؟ لماذا تخلت؟ أعتقد أختي العزيزة كما أشار الوزير الأقصى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب قبل أيام في زيارته لعدد من المخيمات الموجودة في عدن، وتكلم صراحة أمام الجميع وأعرب عن قلقه وعن بسبب فشل المنظمات الأممية التي دائما يأتي دورها سلبيا في معظم الأحيان، وخاصة في هذه الأيام تنزل ويتم نزولها إلى كثير من الأماكن وتزور كثير من المخيمات وتقوم بعمل مسوحات شاملة، ولكن بعد ذلك لا نرى لها أي تواجد أو استهداء للنازحين في عدن وفي غير عدن. نعم، إذن ماذا عن التحالف؟ ما الذي قدمه لكم؟ هناك أيضا نازحون، هناك من يموتون أستاذ عادل، يعني وهذا هي أسوأ مراحل تدهور الوضع الإنساني، أن يموت الإنسان من الجوع. نعم أختي العزيزة، بالرغم من الحالة الإنسانية التي يمر بها النازحون في سواء في العاصمة المؤقتة عدن أو في بقية المحافظات، إلا أننا نلمس دورا إيجابيا من قبل قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات العربية. ما يقوم به مركز الملك سلمان حاليا من تغطية عدد كبير جدا من النازحين في عدن وفي غيرها، وكذلك الإخوة في الهلال الأحمر الإماراتي. كيف يمكن أن تشرح لي هذه النقطة أستاذ عادل؟ إذا سمح أستاذ عادل اسمح لي بالمقاطعة، ما الذي يقدمهم أستاذ عادل؟ ما الذي يقدم مركز الملك سلمان في ظل ما هناك حالات تموت، هناك حالات عبارة عن جلد على عظم يا أخي، يعني في نهاية الأمر أنا لا أريد منه مجرد كيس يعني كيلو سكر أو كيلو رز وقال أنا أقدم مساعدات، هناك أناس تموت من الجوع في الضالع وفي أسلم وفي الحديدة وفي مناطق شتى، يعني ما هو هذا الدعم الذي يقدمه؟ هل شرحت لي ما هو الدعم الذي يقدمه؟ الدعم الذي يقدمه الأخوة في مركز الملك سلمان في مثل هذا اليوم بالضبط دشنا كمية كبيرة جدا من الأدوية قدمها مركز الملك سلمان للمحافظات المحررة سواء كانت عدن أو الحديدة، وكان نسبة ما حصلت عليه محافظة الحديدة ما يقارب 70 طن من الأدوية، واليوم يعني قام المحافظ محافظة الحديدة بتدشين الكمية المهداة من المركز في مديرية الخوفة، ونسبة الكمية كانت كبيرة جدا غطت يعني تقريبا 4 مديريات التحيتة وحيث والدريمي ومديرية الخوفة وأجزاء من مديرية بيت الفقيه. صراحة يعني حتى من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يكفيهم أنكم تشكروهم. إذن شكرا جزيلا لك عادل مكرشب منسق عام الإغاثة بالحديدة، شكرا لك كنت معنا عبر الهاتف من الخوخة. وأنتقل إليك أستاذ فتحي بالأزرق رئيس تحرير موقع عدن الغد من عدن. أستاذ فتحي، يعني حالة وفيات في الضالع وفي مخيمات النازحين في عدن نازحي الحديدة وعدن وضعها لا يسر عدو ولا حبيب، ما الذي يعني يمكن أن نتحدث عن هذه في هذه المحافظات التي يقال أنها محررة؟ الحقيقة أن الوضع في اليمن اليوم أقل ما يمكن وصفه بأنه وضع إنساني مفزع، وضع مخيف جدا. الناس في اليمن للأسف الشديد اليوم تموت في عدن، تموت في صنعاء، تموت في دمار، تموت في الضالع، في الحديدة، في حضرموت، في كل المناطق. الحرب لم تعد على اليمنيين فقط من الحوثي، لكن أيضا التحالف يشن حرب قاسية وعنيفة ضد اليمنيين عبر الحصار المفروض على اليمن، عبر رفض مد يد العون لليمنيين. للأسف الشديد بعد ثلاث سنوات من الحرب في اليمن، أستطيع أن أقول
أن اليمنيين ربما شرفوا على الهلاكة، لم تعش اليمن في تاريخها الحديث أو القديم وضع إنساني سيء كالذي تعيشه اليمن اليوم. للأسف الشديد نحن كنا في المناطق المحررة كنا نظن ونتخيل أن التحالف العربي سيكافئ المناطق التي تحررت من الحوثي والتي رفضت هيمنة الحوثي بشيء يرد الجميل، لكن للأسف الشديد وهذه حقيقة وأعقب على المتحدث الذي تحدث قبلي أنه لم يوزع شيء في اليمن في المناطق المحررة، ما يوزع هو الفتاك للأسف الشديد، كيلو بر أو كيلو دقيق أو كيلو رز، هذا أساسا هي هيانة للشعب اليمني، هيانة لعزة هذا الشعب العظيم الذي للأسف الشديد يعاني اليوم. والحكومة التعيرية للأسف الشديد تقف في موقف المتفرج والمانح للأطراف الأخرى، حرية التصرف والعبث بهذا الشعب الكريم. للأسف الشديد أنا أستطيع أقول أن اليمنيون فعلا باتوا يعانوا، وضع الناس في اليمن في كل المحافظات وضع مخيف جدا. أنا أعتقد أن اليمن لن تمر عليها مرحلة أصعب من هذا، الناس لا تجد ما تأكل في بيوتها، والله العظيم أن هناك مئات الآلاف من الأسر ربما تخرج إلى الشوارع دفعة واحدة وتمارس الشحاذة دفعة واحدة، وللأسف تتحمل كل الأطراف، تتحمل الحكومة المسؤولية، تتحمل التحالف المسؤولية، تتحمل الحكومة الشرعية المسؤولية، هناك فساد وهناك. لكن لماذا أستاذ فتحي يعني كلما ظهرت يعني أوجه فساد وأوجه انهيار اقتصادي وانهيار إنساني على كافة الأصعدة نجد هناك من ينبري للدفاع عن هذا الطرف أو ذاك محملا الآخر فقط، لما لا نجد حكومة تتحمل مسؤوليتها على أكمل وجه؟ ويعني للأسف الشديد اليمنيون يموتون جوعا كما قلت، الريال ينهار في ظرف ساعات وليس في ظرف أيام، يعني بشيء لا يعقل، ولا نجد مسؤول حقيقي يتحدث كونه من هذا الشعب أو كونه مسؤول عن هذا الشعب. يا أستاذتي الكريمة، في اليمن حاليا الكثير من الأسر دخلها اليومي لا يتعدى، دخلها الشهري لا يتعدى 30,000 ريال. 30,000 ريال هذه اليوم لا تأتي بكيس أرز أو ربما كيس دقيق. وضع الناس بائس، وأي أطراف تتندرع اليوم للأمانة وتدافع عن الحكومة الشرعية أو تدافع عن التحالف أو تقول بأن التحالف يقوم بمهام، هذه أطراف مرتزقة سيلعنها التاريخ، سيلعنها الشعب اليمني الذي يعاني. للأسف الشديد هؤلاء مرتزقة، وكل شعب فيه الكثير من المرتزقة. من لن يقف مع الشعب اليوم ومن لن يقول كلمة حق إلى جانب هذا الشعب ستلعنه الأجيال وسيلعنه الأطفال الذين يموتون للأسف الشديد بسبب الجوع. في اليمن نحن بحاجة إلى تحرك حقيقي وعاجل من الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي، على الرئيس هادي أن يقول للتحالف تحملوا مسؤولياتكم الكاملة، لا توجد هنا حكومة فاعلة في اليمن، وهذا أمر لا يمكن للرئيس هادي ولا الحكومة إنكارها. اليمن سلمت منذ 3 سنوات للتحالف العربي، وأخلاقيا قانونيا إنسانيا هذا التحالف ملزم، وهذا لكن أيضا هناك إعلانات اليمن بمبالغ مهولة لمساعدة إنسانية وصلت اليمن، يعني هذه المساعدة غير صحيح. حتى قصة 2 مليار دولار قصة كاذبة، قصص المعونات الإغاثية التي نسمع عنها ليل ونهار ويرافقها 1,000 مصور أيضا كاذبة، كلها الحديث عن إغاثة الشعب اليمني كذب في كذب، هذا غير صحيح، أقسم بالله أنه كل كذب وكله متاجرة بدماء الناس. ما يوزع هو الفتات، يوزع على أسرة واحدة كيلو رز وكيلو دقيق، ومن ثم يتحدثون عن عشرات الآلاف من الأطفال، غير صحيح، الناس تموت. وأقسم لكم بالله أن في عهد الشيء الوحيد الذي تقدمه هو بعض المنظمات الدولية متصلة بالأمم المتحدة، أما التحالف لم يقدم شيء يذكر. لنكون صادقين ولنقول الحقيقة، شيء مؤسف أخ فتحي أن يموت اليمنيون بجانب هذه الدول التي تعد هي جارات وتعد من أغنى الدول أيضا، وتعد يعني تتحدث بأنها المؤلم يا أختي الكريمة أننا جيران لدول من أغنى دول العالم، نحن لا لسنا جيران لدول أفريقية فقيرة ولا دول شرق أوسط آسيوية فقيرة، نحن
إيران لأغنى دول العالم، دول تشتري جزر، تشتري ملاهي، تشتري نعم ذلك الميناء والمنافذ البحرية مغلقة وكل شيء محاصر. لا أدري من يحارب الشعب اليمني للحقيقة، لا أدري هل التحالف هو عدو الشعب اليمني أم الحوثي أم كليهما. الحقيقة أنا أتحدث من داخل عدن وأقول الحقيقة، لأن فعلا الشعب اليمني وأنا لمست صدق هذه الحقيقة أستاذ، وضع لا يطاق. نعم أستاذ فتحي، يعني ربما تحدثت بصورة صادقة عن وضع مؤلم اليمني الذين يموتون جوعا بجانب تخمة جيرانهم. شكرا جزيلا لك فتحي بالأزرق، رئيس تحرير موقع عدن الغد، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذة نبيلة، كيف تعلقين؟ والله فتحي بن الأزرق يعني حط النقاط على الحروف، لأنه من 3 سنوات اليمن تحت قيادة التحالف. إذا كنا منطقيين نتحدث عن حماية لهذه الدولة، فتتحمل التحالف المسؤولية كاملة بحجة، لنقل بالأخير بحجة استمرار الحرب. لماذا الحرب مستمرة إلى اللحظة؟ يعني إذا في نية صادقة، الحرب هذه ستنتهي خلال شهر، خلال سنة بالكثير. لكن تستمر الحرب أيضا منهم في الداخل، لكن تستمر الحرب دون حماية، دون رعاية، دون يعني واجب إنساني، يعني معناه إن إحنا على يعني هذه المسألة الأولية. فإحنا إذا نتكلم على أساس الأمر الواقع مقابل الانقلاب، تحالف مقابل استمرار الحرب، الشرعية مقابلة التباطؤ في اتخاذ قرارات عاجلة وسريعة ومعالجات حقيقية، والعالم مقابل التفرق. إحنا نتحدث إذا إحنا سنوجه لوم لهذا العالم المحيط بنا، لماذا يتفرج على هذا التساقط العجيب في اليمن؟ يعني الأرقام معروفة والإحصائيات مطروحة من أكثر من 3 سنوات، هناك نسب تتصاعد في انهيار الوضع، في انهيار الإنسان داخل اليمن. ما هي المعالجات؟ تحدثنا عن إغاثات ستصل ومعونات ستصل ووصلت بعضها، لكنها صودرت. نحن نتحدث عن شعب هناك مساعدة إنسانية تقف في المنافذ، لا تتعدى المنفذ، وإذا وصلت المنفذ هي تصادر لأي حسبة أخرى سواء متاجرة أو غيرها. وأيضا هناك ملامة حقيقية لتجار الغذاء، أين هم الآن؟ يعني أنا أتحدث عن اليمنيين اليمنيين. نعم تجار الغذاء، مجرد أن يعرف أن هناك ارتفاع، مؤشر ارتفاع للدولار، رفع سلعته وهي في مخزن. نعم أستاذة، يعني لو أتينا للحديث بصورة عملية أكثر، يعني ما هي الإجراءات الإغاثية التي يمكن أن تنقذ ما يمكن إنقاذه؟ يعني اسمحيني عند هذه النقطة، مجرد أن يتم إعلان أن هناك حملة تبرعات لهذا الجانب أو لا، الناس تعبوا من حملات التبرع، الناس وصلوا إلى مرحلة جاري أولى، قريبي أولى، أخي أولى، لم يعد فعلا يعني سواء الذين في الخارج أو الذين في الداخل، وصلوا إلى مرحلة من التعب الحقيقي في مسألة المساعدات الإنسانية التي يعني كمبادرة شعبية. أنا أؤمن بأنه الصورة الإعلامية إذا ارتفعت بحدة، يعني مثيل مثلا يعني بثين عين الإنسانية، هذه الطفلة الصغيرة التي تأكل من أوراق الشجر، يرتفع هذا الهاشتاج على منصات التواصل ويحرق العالم كله ويحرق دول التحالف ويحرق الحكومة الشرعية. هذه الطفلة التي تأكل من أوراق الشجر، الآن اليمنيين يأكلون من أوراق الأشجار، ليس القات وإنما أوراق الأشجار للغذاء الطبيعي، يعني بديل آخر للغذاء. يعني نطالب الأطفال اليمن، ليس يعني انتقاصا منهم ولا يعني وضعهم في صورة غير مشرفة، لكن إذا هؤلاء الأطفال والنساء اليمنيات الآن خرجوا في مسيرة واحدة اسمها يعني ينادون بأن الشعب اليمني بدأ يقتات من الأشجار، هذه رسالة يعني أحد الإجراءات. ربما يعني تكون سبيل إلى إيقاظ الضمير الإنساني إذا كان ما زال يعيش في أجندة هذه الدول التي تحيط باليمن. يعني فعليا كما قال بن الأزرق، يعني محرج جدا أن يكون هناك، يعني أن يكون اليمن في الضلع الاستراتيجي العربي،
وتحيطه من أغنى الدول تتاجر بالبترول وتتاجر بالبشر وتتاجر بكل شيء، واليمن يموت شيئا فشيئا يعني. نعم، إذا شكرا جزيلا لك يا صحفية الحقوقية نبيلة سعيد، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.